مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز أنباء جامعة المنصورة، وإليكم أبرز العناوين. مشاركة متميزة لطلاب جامعة المنصورة في البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي بالأقصر. المؤتمر الدولي لجامعة المنصورة الرياضة وتحديات العصر يناقش التغيرات المناخية وفسيولوجيا التدريب الرياضي. مبادرة جامعة المنصورة سفراء الحكومة لطلاب الجامعات. ماراثون لطلاب جامعة المنصورة تزامنا مع العيد القومي لمحافظة الدقالية. جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية. زيارة طلاب جامعة المنصورة إلى القاعدة البحرية برأس التين بالإسكندرية. جامعة المنصورة تشارك بوفد طلابي في فعاليات دورة تدريب الطلاب على الفرانكفون بمكتبة الإسكندرية. كلية الآداب بجامعة المنصورة تستضيف ندوة لغتي هويتي بفعاليات الصالون الثقافي لتبادل الفكر وتعزيز الوعي. تنفيذ المرحلة الثالثة من بروتوكول تكامل جامعات وسط الدلتا مع بنك المصرف المتحد. العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة تنظم البرنامج التدريبي التحكيم والوساطة. انطلاق مبادرة تمكين طلاب قطاع الرعاية الصحية للتكيف مع التغيرات المناخية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول بجامعة المنصورة. غواصة ذكية لطلاب جامعة المنصورة تفوز بالمركز الثاني في هاكاثون الجامعات المصرية. قافلات جامعة المنصورة المتكاملة جسور التنمية 17 لخدمة أهالي الفروسات بمركز المنزلة محافظة الدقالية. حصول جامعة المنصورة على المركز الثالث ضمن أفضل الجامعات المصرية الحكومية في مؤشر براءات الاختراع. فوز مكتبة تايكو بالمركز الأول بين الجامعات المصرية بفعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار. جامعة المنصورة تشارك بمجموعة من المشروعات المتميزة بفعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار. طلاب برنامج بتروكيماويات كلية العلوم جامعة المنصورة يشاركون في مؤتمر إيجيبس الدولي للبترول. افتتاح مبادرة من صنع إيدينا بنادي النيل. البرنامج التدريبي للإبداع وريادة الأعمال لشباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.